هاي سامحوني على شكلي زكمة شوي بس لا تخافون ما فيني كورونا بس يا فبيسكلي بس كنت ابغى اسولف لكم شوي عن موقع اسمه 6 ستريت. ف دام اني جالسة في البيت وما اقدر اطلع راح ادخل اونلاين وراح اسوي شوبينج. فبيسكلي فيها بايسكلي فبيسكلي في موقع اسمه 6 ستريت وعندهم براند زي بوما اديداس تومي هيلفيجر which is very cool I like Tommy Hilfiger. كمان عندهم دون فدون عندهم شوز تشارلز اند كيث عندهم بلاوي. ف الزبدة مسوين خصومات اليوم بس اليوم فلو تصرفين 500 ريال بيعطونك خصم 30%. اوكي فلو فلو تشترين اشياء ب 500 ريال بيعطونك خصم 30%. يعني انا بيكون عندي كود بيعطونك زيادة خصم 10% ف 40% توتال يعني. وعندهم براندات زي ليفايز او ماي جاد فعندهم جينز من ليفايز وانا صراحة كنت ابغى اشتري جينز من ليفايز and then I found them وطلبت الجينز منهم. واحس انه دايما لما اشتري جينز من like top shop or whatever احس شوي like طفشت من like the cuts of the top shop jeans. ف ليفايز what I like about ليفايز is ما ادري يحلون الجسم I really فراح اوريكم ايش طلبت من عندهم. كمان طلبت شوز I got shoes from Dune they're so cute. فأول شيء راح أدخل أونلاين فالحين راح أدخل أونلاين إيش كنت بقول راح أوريكم إيش طلبت من عندهم. I got such cute things فيا مسوين خصومات ف يعني خلينا نقول لو شريتي أشياء ب500 أول شيء تقدرين تدفعين عند الاستلام هذا شيء عجبني أو تقدرين تدفعين على الموقع والشوبينج it's for free فمو لازم تدفعين حق شوبينج or anything فيا فيعني تخيل دفعتي خمس لو شريتي أشياء ب500 بس راح تدفعين 390 I don't know math I'm an influencer I'm stupid الزبدة يا خليني أوريكم Oh my god, you guys, تخيلوا كان عندي بابي بحب شرايبي in the bottom of it طول السنابشات ما استوعبت الزبدة. اوكي فاسمع فهذا الديل ال 30% off 40% off حيخلص اليوم بالليل فبس باقي كم ساعة. فلو ناويين تشترون الحقوا ف الحين راح اوريكم الموقع زي ما قلت لكم اوريكم ايش جبت من عندهم. I got these slides from Tommy Hilfiger they're so cute with fur they're so cute I need to show you. زي ما قلت ما ادري لو قلت لكم بس ما عندي جوال ثاني ف we're using the laptop so I'm just gonna write like 6 okay 6 street خلينا نشوف لو يطلع لي yeah okay but this is street okay not this one that's 6th street okay yes فهذا الموقع اسمه 6th street يلا باي okay let me turn the phone turn your phones you guys okay فخلنا اوريكم ايش جبت من عندهم. اوكي فانا لما اسوي شوبينج اونلاين استعرفت شيء احب ادخل عند براندز فراح ادخل عند براندز وبختار وومن هنا فوق and basically these are all the brands they have so much Charles and Keith Chloe Christian Dior okay I just want to see I have Christian makeup maybe so you can perfumes okay that's nice fine يعني حتى مسوين خصومات على العطورات
art da 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 فيعني you can like get a really good deal on some things. خلينا نشوف Converse. I'm just curious أبغى أشوف إيش عندهم for Converse. I love Converse. كنت ألبس Converse كل يوم في المدرسة أيام زمان. Back in the day. كنت أموت على Converse. And I love them still. I feel okay. ف طبعا في كود لا تنسون قبل تشترون في كود نار 144 اكيد راح اكتب لكم اياه. بس ابغاكم تسمعوني اقول لكم ايش يعجبني في الموقع هذا. ان عندهم براندز اللي اوريدي اشتري منهم. فخلينا نقول كالفن كلاين. I like to buy like bras, underwear, sweatpants from Calvin Klein. وهنا في البحرين في المحل اللي عندهم في سيتي سنتر ما في أمل يسوون ديسكاونت. ما في أمل. وحتى لو سووا ديسكاونت it's not on the nice underwears like the plain ones. I like everything plain. لا كل شيء ملون وستريبس ومعرف إيش. Those are the only things that go on sale. فلو تدخلون على 6th Street let me show you guys. They have like underwears, bras, sweatpants. They have these. فيا زي ما قلت يبيعون ماركات اللي already نشتري منهم يعني. already قاعد نصرف على نايكي. already قاعد نصرف على اديداس. لما نروح في تلاكر انا لما اروح في تلاكر خلينا نقول ابغى اشتري شوز من نايكي. ليش دعوة ادفع 500 ريال؟ وش دعوة 500 ريال عشان شوز سووه ب 50 ريال يعني. It's a rip-off. It is a rip-off. This is the world we live in. فلازم تستغلون لما يكون في خصومات زي كذا. فشوفوا for example هذا الشوز okay. First of all it's so cute. Second of all بس خلينا نسوي like quick math. فهذا الشوز ب 450 ريال. فمسوينا 35% off. فالحين سعره تقريبا 300 ريال. ف it's already on sale. It's already cheaper. بس لو شريتي أشياء زيادة 200 ريال it's gonna be 40% off this price. دخلت online سويت الماث. فبدال ما تصرفين okay 300 تصرفين 180 على شوز كان سعره 450. That's amazing. So yeah فما راح أصرخ عليكم لما شفت السناب اللي صورته قبل شوي قلت ليش دعوة ليش قاعد أصرخ. I'm passionate okay about these sales okay so I'm gonna show you guys the shoes I got. Oh خليني أوريكم الجينز أول. فأحس إن الحين الهبة بس boyfriend jeans boyfriend jeans boyfriend jeans. عندهم boyfriend jeans بس أحس شوي طفشت يعني. I miss skinny jeans. I like skinny jeans. I never got over it. أحب ألبس jeans ضيق. I just it's what I like. So I saw these jeans and they're so cute. بس عندي إحساس okay فعندي إحساس إنه بيطلع حلو. تعرفون لما بس تشوفون شيء online and you just get that feeling in your heart إنه بيطلع حلو. ف these are the jeans. Okay, I know it's not like, oh my god, mother style, mother غير, so different. But I don't really care, صراحة. هذا ما يهمني. أهم شيء إن أشتري jeans يحلي جسمي. That's all I care about. And I know that this cut is gonna look nice. ومرتب. يعني لو طالعة عشاء بالليل and I just want to wear like cap و jeans مرتب و top. This is so like, it's so nice, you know. You don't always have to be like a fashionista with your boyfriend jeans and crop tops or I don't know what. Like, I feel like sometimes it's nice to like just be simple, to be subtle. And I love these jeans. I love the cut. It's like so Victoria Beckham, I think. صراحة يعني, she would wear this. I'm obsessed with Victoria Beckham. No, I'm stuffed. Okay. ما لقيت السلايد. شكلي جبت آخر قطعة. Sorry, not sorry. بس كنت أبغى أقول لكم إيه. فلا تنسون استغلوا الفرصة لأن اليوم آخر يوم للسيل. فيا الكود نار 144 وحين بوريكم كيف تسوون التشيك أوت وكيف
تحطون الكود وكل شيء. ويا يا لا تنسون ان حيخلص اليوم السيل, ف really take advantage of it because it's a crazy sale. And yeah, happy online shopping. الحين بس بوريكم كيف تسوون check out. And yeah, gonna sleep for 10 more hours, I think, after. Okay, فالحين بسوي check out. بس I found this jacket. It's so cute. يجنن. Okay. فكمان شوفوا ما عندهم sizes. شوفوا one piece. فالحقو. I wanna buy this actually. Okay, فأعطى bag. فالحين بوريكم كيف تسوون check out. زي ما قلت. فأوكي. Okay. فشوفوا. I bought all these items, these three items. Two things من Adidas, وجاكيت من فيلا. Okay, أشوفه. فشريت أشياء ب550 ريال. And I got off. طيب, I saved 160 ريال. And shipping is for free. So, هذا آخر price. لا, أمزح. هذا مو آخر price. أن عندنا كوبون كود yes NOB144 في هذا okay. فحطيت الكود فهذا آخر سعر 340 ريال. okay, بس طبعا this is in BD, هذا دينار بحريني, فهذا ليش مكتوب 34. الزبدة, فبس تحطون proceed to check out and بس تحطون information, العنوان ودرررررا, ولو تبون تدفعون مع فيزا حطوا الأرقام الكارت whatever, أو لو تبون تدفعون كاش اختاروا هذا الأوبشن. الزبدة, في free return, فلو ما حبيتوا شيء, لو ما عجبكم شيء, تقدرون ترجعون الأغراض بلاش, وعندهم كمان pick up service بلاش. فأحد فمو لازم تروحين ترجعين الأشياء بنفسك, لا, they will come pick it up from your house. فزي ما قلت, لو ما حبيتي أي شيء مو لازم تتعبين نفسك, هما بيجون بياخذون الأغراض منك من غير أي أسئلة, من غير أي قروشة. ف yeah, كمان زي ما قلت الكود NOB144 راح أكتب لكم إياه طبعا. وكمان ارفع الشاشة لو تبون تدخلون على الموقع. الزبدة, أحبكم, يلا باي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.